سلام. Cái đó là mình dò đầu á chị, dò cái mình biết cái đầu á, cái ngồi á, để mình không có chích chích sai chỗ á. Cái đầu mày chị thấy cái đầu đó không? Cái đuôi của nó đó. Đây cái đầu nó đây. Cận ngay cái rãnh này nè, cái đầu nó đâu trời, sao mày lại xì ngay đó, không có đầu thì thích chơi, hiểu không có đầu.
thấy bằng thịt. Từ từ nha, để chọn lựa những con ấy cho bác trước. Những con đó nhìn thấy nó khó chịu quá. Giờ không thấy cái đầu lắm. Bụng này chứ nó có cái đầu hết á nha chị bé. Không thấy đầu thì mình chọn cái nhô cao nhất thôi. Đúng rồi. Nhưng mà chị ấy vô cái đầu á thì nó sẽ ra sạch ha. Ra nhiều hơn. Đúng rồi, ra sạch ha. Cho nên nó không có gây chảy máu nhiều, hiểu không? Ừ. Nó có cái đầu á, mình đưa vô á nó nhẹ lắm, mà không có là bắt đầu mình thấy biết ngay là mình không đúng cái đầu của nó rồi. Những con này là không vô cái đầu rồi nè, con này không ra luôn á. Thử nha, không ra. اهلا بيكم فيديو جديد ووصفه جديده معاكم بسمه من قناه مكسرات وبهارات. النهارده هنعمل مع بعض طاجن السعاده بالفانيلا.
طبعا الفيديو ده جديد وحصر ليا، لان ما حدش قبل كده عمل طاجن السعاده بالفانيلا خالص. كل الناس عملت طاجن السعاده بالشوكولاته اللي هو منتشر جدا، وانا كمان عملته قبل كده في القناه وكان حلو جدا جدا. النهارده بقى كده حبيت اعمله بالفانيلا عشان الناس اللي بتحب الفانيلا او مش بتحب الشوكولاته. عملته بطريقه سهله جدا جدا وبسيطه واقتصاديه برضو في نفس الوقت، يعني مش مكلف اطلاقا زي ما انتم شايفينه، شكله حلو جدا جدا. وكمان عملت كمان صوص اقتصادي ومش مكلف من غير شوكولاته. يلا بينا على الطريقة والمقادير مع بعض. بس يا ريت لو اول مرة تشوفوا قناتي او تشوفوا فيديو ليا تنزلوا تعملوا لايك على الفيديو وشير وتشتركوا في القناة لو انتوا لسه مش مشتركين. يلا بينا بقى كده نبدأ الفيديو. طبعا اول حاجة هنعملها هي السبونج كيك. هنعمل كده سبونج كيك بيتي من غير دقيق سبونج، طبعا عشان كلكم بتطلبوا مني ان انا اعمل السبونج من غير دقيق سبونج. فالنهارده كده هعمله بطريقه اقتصاديه وسهله. اول حاجه عندي هنا 225 جرام من الدقيق او الطحين، دول بالكوبايه المعياريه، كوبايه ونص ممتلئين زي ما انتم شايفين. عندي كمان 150 جرام من السكر، يعني 3 ارباع كوبايه معياريه برضو زي ما انتم شايفين. الكوبايه عندي ساعتها 250 مللي. عندي كمان 25 جرام من النشا، يعني معلقه كبيره ونص من بتاعه الطعام. 40 جرام محسن جل، يعني معلقه كبيره ممتلئه. عندي كمان 16 جرام بيكنج بودر، يعني معلقه كبيره ممتلئه. عندي هنا 5 بيضات بحرارة المطبخ. عندي كمان شوية فانيلا سايلة. وهنا كمان عندي 125 ملي من المية الساقعة من التلاجة. 125 ملي دول نص كوب معياري زي ما انتوا شايفينه. تمام. طبعا عشان الوصفة عندنا او الاسبونش عندنا فيه محسن جل، معنى كده ان احنا هنضيف كل المكونات على بعضها ونضربهم مع بعض سواء بالمضرب او بالعجان. اول حاجه عملتها ان انا جبت بوله نزلت فيها البيض وعليها الميه وعليها الفانيلا وعليها كمان المحسن الجل. بعد كده هنزل بالسكر، ورا منها كده هنزل بالدقيق والبيكنج باودر والنشا. بس طبعا في الاول لازم انخلهم كده بمصفه زي ما انتم شايفين او بمنخل. تمام. طبعا الوصفه دي ممكن تعمليها جاتو او تعمليها سويسرول، سبق وعملتها قبل كده معاكم سويسرول شوكولاته في القناه، بس طبعا كانت بالشوكولاته. دلوقتي بقى كده بعد ما ضفتهم كلهم على بعض هبدأ كده اضربهم بالمضرب زي ما انتم شايفين، وعملتها معاكم بالمضرب من غير عجانة هو الحاجة. هخفقهم مع بعض لحد كده ما القوام عندي يتغير، يعني من 7 دقايق كده ل10 دقايق مستمرة على اعلى سرعة في المضرب بتاعنا. مهم طبعا لازم يكون المضرب بتاعنا سرعته عالية او قوية شوية عشان يخلي كده الكيك معانا هش بسرعة ويعمل فوم زي ما انتم شايفينه كده. ده خلاص القوام بتاعه. بعد كده تقريبا حوالي 7 دقايق مستمرة هجيب بقى هنا صاج مقاسه 32 في 42، فرشة ورقة زبدة نزلت فيه كده الخليط بتاع الاسبونش بالشكل ده، وهبدأ افرده بالاسباتيولا. وطبعا مسخنة الفرن بتاعي على حرارة 180 على الشبكة في النص. هدخل الاسبونش على الشبكة في النص لحد ما يستوي، بيقعد بالكتير قوي من ربع لتلت ساعة. ممكن تخلوه كمان على حرارة 200، يعني مش 180 قوي. دخلت الفرن بقى. دلوقتي بقى كده هنعمل الصوص الابيض. عندي هنا بقى كوبايه من السكر البودره، كوبايه من الحليب، عندي هنا كمان كوبايه من الزيت، نص كوبايه من الحليب البودره او اللبن البودره، فانيلا سايله. عندي كمان هنا معلقتين كبار من الكريم شانتيه الخام. تمام. وعندي هنا كمان معلقتين كبار من البستر كريم البودره. تمام. يعني هما مختلفين شوية لان انا كنت ماسكة في الاول البستري، بس هما يعني معلقتين ومعلقتين. اول حاجة هعملها ان انا هجيب كده حاجة عشان اضرب فيها المكونات دي. ممكن طبعا نعملها في الخلاط مرة واحدة، يعني ممكن نعمله في الخلاط عادي خالص او ممكن نعمله بالهاند بلندر زي ما انا هعمله النهاردة. جبت كده دورة او اي حاجة كده تكون عميقة شوية عشان اضرب فيها الصوص. حطيت عندي بقى كل المكونات اللي هو الحليب السائل، اللبن، البودرة، وحطيت كمان الكريم شانتيه والسكر البودرة وكل المكونات الجافة، وضربتهم مع بعض الأول شوية زي ما انتم شايفين كده لحد ما اختلطوا ببعض. بعد كده هنزل بكوبايه الزيت بالتدريج أو خيط رفيع كده لحد ما الصوص عندنا يتقل شوية. وطبعا لو حسينا ان الصوص عندنا لسه ما تقلش شوية هنزود كمان شوية من الزيت لو خلصنا كوبايه الزيت اللي عندنا كلها. وانا النهاردة طبعا مستخدمة الكوب المعياري برضو في مقادير الصوص. تمام. كان طبعا لسه عندي هنا خفيف شويه فضفت له كمان شويه من الزيت. بعد كده هنزل بشويه من الفانيلا السائله، وبصراحه بتديله طعم وتست حلو جدا. وكده خلاص بقى ده القوام بتاع الصوص بتاعي، اقتصادي وفي نفس الوقت طعمه بجد تحفه، لازم تجربوه. انا دخلته الفريزر شويه على ما اخلص
على ما اخلص الاسبونش عندي هنا بقى دلوقتي الاسبونش كيك بعد ما خرجته من الفرن زي ما انتم شايفينه. قعد تقريبا في الفرن كده حوالي تلت ساعه وكان خلاص استوى بالشكل ده. طبعا بنختبرها بخله اسنان او بعود الشيش طاووق في النص، لو طلعت معانا نظيفه يبقى هو كده خلاص استوى معانا. خرجته بقى كده من الصاج وهسيبه على الرخامه لما يبرد تماما عشان ابدا اشتغل فيه. طبعا انا النهارده هعملهم في الطواجن اللي هي الفخار دي، فجبت بقى هنا كده قطاعه المفروض ان هي مقاس الطاجن، وهبدا كده اقطع الكيك بالشكل ده دواير، بس طبعا القطاعة في الاخر كانت جت صغيرة شوية، كانت محتاجة قطاعة اكبر شوية يعني في التقطيع. بعد ما هقطع الاسبونش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده بالقطاعة، شايفين ما شاء الله بجد الاسبونش معانا هش جدا وطري جدا وطعمه حلو جدا جدا. جربوه ان شاء الله كده سواء في الجاتو او السويس رول او في اي حاجة تفضلوها، حلو جدا معاكم وموفر لو انتوا طبعا مش متوفر عندكم دي اسبونج جاهز. دلوقتي بقى كده بعد ما خرجت الصوص عندي من الفريزر كان طبعا تقل شويه عن الاول، وعندي هنا كمان كريسب ابيض طبعا ده برده متوفر في محلات مستلزمات الحلوان، العلبه الحلوه دي كده ب10 جنيه. وعندي طبعا هنا الطواجن الفخاره اللي انا هعمل فيها الطواجن. اول حاجه هعملها ان انا هجيب الطاجن احط فيه كده معلقه صغيره من الصوص كده في قاع الطاجن، بعد كده هنزل عليها بشويه كريسب ابيض، وبعد كده هحط طبقه من الكيك بالشكل ده. بس طبعا زي ما قلت لكم عشان القطاعه جت صغيره شويه مش نفس مقاس الطاجن، فاحتجت ان انا احط كمان حواليها كده شويه من الكيك المتقطع الصغير ده عشان يبقى الطاجن عندي كده ممتلئ زي ما انتم شايفينه. حطيت كمان طبقه من الكيك بالشكل ده تمام. بعد كده هنزل بقى شويه من الصوص عشان اغطي بيها بقى كده كل وش الطاجن. بجد كان طعمه تحفه والصوص كمان طعمه غني جدا واقتصادي زي ما انتم شفتوا، يعني احلى كمان من الحليب المكثف. دلوقتي بقى برضو هبدأ اكملهم كلهم بنفس الطريقة تمام. بحط الاول كده طبقة من الاسبونج، بعد كده عليها شوية من الصوص وكريسب بقى او ممكن شوكولاتة بيضة، يعني اللي تفضليه اعملي بيه. انا في الطاجن ده كده حبيت اعمله بالشوكولاتة المبشورة، شوكولاتة بيضة مبشورة. فزي ما انتم شايفين كده بعد ما حطيت طبقة الكيك وفوقيها طبقة من الصوص، حطيت كمان شويه من الكريسب الابيض وبشرت كده حته شوكولاته بيضه بمقشره البطاطس، بتدينا شكل حلو قوي كمان احلى من المقشره، احلى من اللي هي المبشره الصغنونه دي. دلوقتي بقى كده هخلص الطواجن عندي كده بنفس الطريقه كلها. طبعا النهارده الكميه عملت 6 من الطواجن نفس المقاس ده، الطاجن ده يعني متوسط الحجم مش كبير قوي ولا صغير قوي، لان طبعا بيبقى متوفر منه مقاسات. وطبعا وانا بعمل الكريسب وقع مني على الرخامه من ضمن الكوارث اللي بتحصل. فدلوقتي بقى كده بعد ما خلصت اول 4 هبدا بقى ازينهم باي حاجه بقى متوفره عندي. ان انا بقى كان عندي صوصات كراميل وشوكولاته وفراوله، وعندي طبعا مالتزر ابيض كبير زي اللي انا وريته لكم دلوقتي. هبدا دلوقتي بقى كده ازين على حسب بقى ذوقي طبعا او على حسب المتوفر عندي. انا طبعا عشان عاملاهم للبيت مش هبيعهم ولا حاجه، فزينت كده بحاجات يعني كانت متوفره عندي في البيت، ما كنتش بصراحه يعني حاطه في دماغي تزيين معين لحد ما خلصته. هنا حطيت كريز وصوص فراوله او جيلو فراوله، وهنا كمان على الطاجن التاني كده بشرت شوكولاته بيضه، اديتها شكل حلو جدا وتزيين بسيط زي ما انتم شفتوا. وهبدا كده اخلصهم كلهم تزيين لحد ما اخلص بقى عندي 6 طواجن. بصراحه يعني كانوا شكلهم حلو وطعمهم حلو جدا جدا في الاخر. ده بس اقول لكم يا جماعه معلش يعني لو انتم مهتمين قوي بالمجال بتاعي او بالمحتوى بتاعي اللي انا بقدمه، يا ريت يا ريت يعني نعمل لايك كتير على الفيديوهات، لان بصراحه كده كميه اللايكات بتبقى قليله جدا جدا على الفيديوهات، عشان كده القناه مش بتتشاف اكتر، ولما بترفع شويه بترجع تقع تاني لان اصلا ما فيش اهتمام. فياريت يا جماعه لو انتم مهتمين بالمحتوى بتاعي او باللي انا بقدمه يعني ياريت تشجعوني شويه باللايكات على الفيديوهات، بجد اقدر اكمل واستمر معاكم، لان كده الوضع بصراحه بقى بيضايقني جدا. يعني لما يكون الفيديو مثلا جاب 1000 مشاهده بلاقي بس عليه 100 لايك بس او اقل كمان. طب ليه يا جماعه؟ يعني انا بقدم محتوى يعني الحمد لله كويس يعني وفي افاده برضو ليكم، فانتوا كمان المفروض برضو ان انتوا يعني تشجعوني شويه عشان اقدر استمر واكمل معاكم. كده خلاص نكون خلصنا فيديو النهاردة، أتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديوهات جاية. مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة إن شاء الله كده زين معاكم التورتية اللي انتم شايفينها ديت، من تورت عيد ميلاد ابني أول سنة، تم سنة فأنا عملت له عيد ميلاد وصورت كل التورت اللي أنا عملتها عشان أنزلها وتشوفوني وأنا بزينها عشان طبعا تستفادوا منها. يعني أنا عملت هنا تورتة 30 في 40 زي ما أنا عملتها قبل كده معاكم في تورتة المانجا، احط لكم برضو اللينك بتاعها في صندوق الوصف اللي حابب يعرف الطريقه بالتفصيل. وحشيتها وجلستها عندي هنا بكريمه الشوكولاته الكريمه، بس ضفت لها بس معلقتين كاكاو خام ومعلقتين شوكولاته دهن.
وجلستها كده زي ما انتوا شايفين، ودخلتها بقى التلاجة شوية، وبعد كده خرجتها بقى عشان ازينها. وعملت هنا صوص شوكولاتة اللي انتوا شايفينه ده، اللي انا حطاه في الكيس، عملته في الخلاط بكوباية لبن وكوباية سكر وكاكاو خام 3 معالق كبار، لحد ما اتضربوا كويس واتخلطوا مع بعض. وبعد كده بقى نزلت عليهم كوباية زيت كده، يعني خيط رفيع، لحد ما الخليط تقل معايا. دخلت بقى التلاجة وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عندي بقى كيس حلواني، حطيت فيه البلبل اللي انتوا شفتوها ديت، وحطيت فيه الكريمة اللي فاضلة عندي من التجليس. هعمل بقى كده وردات كريمة على كل حروف التورتة كده، على الجناب بتاعة التورتة كلها. خلاص كده خلصت جناب التورته كده بالوردات الكريمه اللي انتوا شفتوها. هعمل بقى كده خط بالطول في النص، وهقسم التورته عندي على 6 مربعات كده، عشان طبعا احط فيهم حاجات مختلفه. هعمل برضو كده خطين بالعرض، بس طبعا هقسم عندي كده على يعني الجنب الواحد 3 مربعات قد بعض بالسكينه كده، حددتهم بالسكينة. خلاص بقى احط فيهم كده وردات كريمة. خلاص كده بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه. هزين بقى التورت عندي. عندي هنا شوكولاتة كريسب البيضة دي، عندي بيضة، ويعني منها بيضة ومنها الشوكولاتة البني. هحط كده في المربع ده زي ما انتوا شايفين كده، وعليها برضو نفس الشوكولاتة، بس الشوكولاتة اللي هي البني دي احطها برضو عليها كده. اوزع كويس. عندي بقى الصوابع اللي هي الفلوتس دي، بتتباع برضو في اي محل بتاع حلويات، مستلزمات حلويات. هكسر كده الصابع كده بالنص، هقسمه بالنص كده عشان احطه في الزوايا. نحط بقى عندي كده في الـ4 زوايا. هكمل بقى كده باقي المربع عندي بالشوكولاتة اللي هي الفلوبس دي، بس طبعا هقصها اصغر شوية من اللي هي في الزوايا. خلاص كده خلصتهم. عندي بقى شوكولاتة شيبس اللي هي ملونة دي، هحط برضو في المربع اللي هو المقابل ليه. الحاجات دي كلها طعمها حلو قوي، برضو الوانها حلوه قوي عشان الاطفال هيحبوها. وعندي برضو هنا صوابع اللي هي الويفر، اصابع الويفر دي بالفراوله، احط كده برضو في الزوايا. خلاص كده ظبطتهم. احط بقى كده في النص بينهم ورده كريمه، واحط عليها كده شوكولاته اللي هي مدوره ملونه دي. خلاص كده حطيت كمان شويه كده في الجناب. عندي بقى هنا صوص فراوله او جيلو فراوله، احط منه كده معلقتين كده في المربع ده، وهفردهم كويس بالمعلقه. هحط لهم برضو شوكولاته اللي هي البيضه دي. وعندي برضو صوص الشوكولاته اللي انا كنت بعمل بيه الجناب دلوقتي، هحط برضو منه في المربع اللي قصاده على طول. ممكن اسيبه زي ما هو، ممكن برضو افرده بالمعلقه. انا هسويه بالمعلقه كده عشان يبقى اخد برضو شكل المالس ده. عندي شوكولاتة اللي هي المالتيزرز دي، احط كده في الزوايا، واحط كمان واحدة في النص. احط بقى فيها كمان الشوكولاتة المدورة البيضة دي عشان تكسر لون الشوكولاتة شوية. عندي بقى هنا مربى الحليب.
احط منها كده معلقة كبيرة كده وهفردها في ال هفردها كده على التورتة كويس بالمعلقة، او ممكن طبعا صوص كراميل او اي حاجة تحبوها يعني زينوا بيها المتاحة عندكم اعملوا بيه. انا الحاجات دي كانت اغلبها عندي فانا ما اشتريتش حاجات كتير يعني. خلاص فردتها كده كويس. عندي بقى شوكولاتة مبشورة، جبت شوكولاتة وبشرتها كده على على المبشرة اللي الصغيرة الناعمة دي، هفردها بقى كده في المربع اللي هو اللي فاضل لسه. خلاص كده فردتها كويس اهو، احط برضو على مربى الحليب كده في في الجناب كده في الاطار كده. ممكن اسيبها زي ما هي بس انا حابه احط عليها كده عشان احط عليها برضو شوكولاتة اللي هي المدورة الصغيرة البيضة دي. خلاص كده هحط بقى كده وردة كريمة في النص على الشوكولاتة اللي عندي دي عشان يبقى يعني مربع بلاك فورست، واحط عليها بقى كده كريزة. وهقطع برضو كريز كده صغير احطه في في الزوايا برضو في الاربع زوايا. خلاص كده بقى فاضل عندي اللي هو المربع مربى الحليب ده، احط فيه برضو شوكولاتة مدورة. احط له برضو كده شوكولاتة مدورة بيضة برضو عشان تكسر اللون البني شوية. عندي بقى شوكولاتة المالتيزرز دي احط برضو في الزاوية عندي كده. كده خلاص خلصت التورتاية. زي ما انتم شايفين ما خدتش وقت، في نفس الوقت شكلها حلو قوي، ان شاء الله تعجبكم. جربوها بقى ولو عجبتكم بقى ما تنسوش اللايك والشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة ان شاء الله نعمل مع بعض صوص شوكولاتة، صوص اقتصادي. هنعمل ان شاء الله كده طريقتين للصوص الاقتصادي ده. اول طريقة هنعملها دلوقتي حالا، نشوف بقى كده مقاديرها ايه. اول حاجة بقى هنا عندي معلقتين كبار من الدقيق او الطحين العادي بتاعنا، كوباية حليب، عندي هنا نص كوباية من السكر، وطبعا السكر ده نقدر نزوده حسب ما نحب يعني سكرها. لو انتم مش حابين مرارة الكاكاو قوي يعني ممكن تخلوها كوباية سكر او كوباية ربع من السكر. وطبعا عندي هنا بقى نص كوبايه من الكاكاو، وعندي هنا بقى شويه فانيلا ومعلقه كبيره من الزبده. ممكن طبعا نقلل الكاكاو شويه يعني لو مش بتحبوا برضو المره بتاعته قوي عشان ما يبقاش مر معاكم قوي يعني، بس هو نص كوبايه كويس قوي على المقدار ده. في البدايه بقى كده هجيب حاجه عشان اعمل فيها الصوص بتاعي. جبت كده بقى كسرولة او حله، نخلت فيها بقى كده الدقيق والكاكاو. طبعا بننخلهم كده عشان بس الكاكاو ما يتكتلش معانا، زي ما انتم شايفين كده بيبقى فيه كده كتل او كور كده من الكاكاو، فبننخله افضل عشان في التقليب معانا ما يزهقناش يعني، وما يبقاش كمان في الصوص بتاعنا كده كتل من الكاكاو يعني كده بحالها لسه. تمام كده خلاص، هنخل بقى كده الدقيق والكاكاو مع بعض كده في الحلة. طبعا جبت معلقة يعني عشان انزل كتل الكاكاو دي كده وتتنخل معايا بسهولة. خلاص تمام، هقلبهم كده مع بعض. وطبعا ضفت السكر قبل منهم كده في البولة. هضيف بقى كده كوباية اللبن او الحليب. بعد كده بقى هقلبهم مع بعض كويس جدا لحد كده ما يختلطوا ببعض كويس قوي. بعد كده بقى ارفعهم على النار. طبعا النار تكون هادية خالص عشان الصوص معانا ما يتحرقش، خاصة كمان ان انا حاطاه برضو في حلة استانلس. تمام كده خلاص، بعد ما قلبتهم مع بعض كويس جدا. طبعا زي ما قلت لكم لو انتم مش حابين مرارة الكاكاو قوي ممكن بس تخلوها اقل من نص كوبايه، ممكن كمان تزودوا السكر حسب ما انتم عاوزين برضو، لان الصوص ده يعني مش مسكر قوي ومش مسخ قوي يعني هو مظبوط. بس لو انتم حابين بقى سكره زياده زودوه، لو انتم حابين كاكاو اقل برضو قللوا فيه. طبعا دي حاجه بتاعتكم انتم وترجع لكم انتم. تمام دلوقتي بقى رفعته على النار، طبعا النار تكون هاديه جدا عشان ما يتحرقش معايا بسرعة، والتقليب مستمر زي ما انتم شايفين. هفضل بقى كده اقلب فيه لحد ما يغلي كده ويتقل شوية ولونه كمان بيتغير.
وكده خلاص بقى ابتدى كده يغلى عندي كده من الجناب زي ما انتم شايفينه. طبعا زي ما قلت لكم التقليب مستمر، ما نسيبش ايدينا منه خالص عشان لو سبناه هيتكتل ويتحرق كمان من تحت، لان انا كمان عاملاه في حله استانلس. فخلوا ايديكم فيه يعني كده ما تشيلوهاش. شايفين القوام بتاعه اتغير، وكمان اللون بتاعه برضو بقى اغمق شويه، ما عادش فاتح كده، اخد لون الشوكولاته الغامق يعني، او صوص الشوكولاته الغامق، وتقل معايا بالشكل ده. طبعا انا ايدي فيه يعني ما شلتهاش منه خالص، ولما شلتها ثواني كده حسيت ان هو اتكتل كده من تحت، ف استمريت في التقليب يعني. تمام اهو، بعد ما خلاص تقل معايا بالشكل ده، شايفين بقى القوام بتاعه عامل ازاي. طبعا هو كان تقيل شويه، انا هنا بقى رفعته من على النار وضفت عليه بقى كده معلقه الزبده، وحطيت كمان شويه فانيلا، وفضلت بقى كده اقلب فيه، بس هو كان تقيل شويه معايا فزودته كمان شويه لبن، يعني يمكن هو عشان نوع الدقيق والكاكاو كده، ف على حسب يعني. بس انا يعني الكوبايه ما كفتش، فضفت كمان كده حوالي ربع كوبايه من اللبن وقلبت لحد ما اداني القوام اللي انتوا شايفينه ده. تمام، يعني لو انتوا حتى لقيتوه تقيل معاكم عادي خالص، هنزوده في الاخر كده شويه لبن ونقلبه، هيبقى القوام بتاعه كويس جدا. دلوقتي بقى كده جبت مصفى او حاجه يعني عشان اصفي فيها كده الصوص، لان طبعا في كده لسه كتل معايا كده من الكاكاو، او في كلاكيع يعني كده، فقلت بقى لما اصفيه كده عشان اضمن ان هو صافي خالص كده، ما فيش فيه اي تكتلات ولا كلاكيع خالص. فدلوقتي بقى جبت المصفى بقى كده وهبتدي بقى اصفيه كله وكده خلاص. تمام، بعد ما صفيته طبعا كان في تكتلات كده في المصفى يعني، ما تحاولوش تنزلوها منها يعني، شلوها على طول وخلاص. كده خلاص تمام، ده بقى القوام بتاعه واللون واللمعة، ما شاء الله لمعته حلوة جدا. وكمان لسه كمان لما بيبرد يعني بيتقل شوية، بيتقل شوية صغيرين يعني مش كتير قوي، بس زي ما انا قلت لكم لو انتوا حسيتوا ان هو تقيل معاكم كده في الحلة او في الكسرولة، زودوا شوية لبن بعد ما ترفعوه من على النار عشان يبقى القوام معاكم كده مظبوط يعني، وخفيف مش تقيل قوي يعني. تمام، يبقى بس بنفس القوام ده بالظبط. ده طبعا ما استنيتش لما برد يعني، يعني هو لسه دافي كده، شايفين القوام بتاعه عامل ازاي، حلو جدا. ده بقى لما كان برد خالص، حبيت بس كده اوريكم القوام بتاعه عامل ازاي بعد ما برد خالص، بعد ما قعد كده حوالي ساعة او ساعة وزيادة يعني. طبعا نقدر نستخدمه بقى في اي حاجة بقى، في اي على اي كيك، نزين بأي اي حاجة بقى على حسب ما انتوا عاوزين. دلوقتي بقى نعمل صوص برضو تاني اقتصادي برضو، اللي هو المعروف يعني او المتعارف عليه بتاع الشاتو. طبعا ده موجود بقاله سنين يعني والناس كلها عارفاه. حطيت بقى هنا في الخلاط نص كوباية من السكر ونص كوباية من اللبن، ومعاهم معلقتين كبار من الكاكاو الخام، وضربتهم مع بعض كده في الخلاط زي ما انتوا شفتوا. بعد كده بقى هنزل عليهم كده بنص كوباية من الزيت، والخلاط شغال كده، هنزل بخيط رفيع قوي من الزيت يعني. تمام، لحد ما الصوص معانا بقى بيتقل بالشكل ده، هنزله بقى كده في بولة. طبعا سهل جدا وبينجز جدا يعني، وكمان طعمه حلو. بس طبعا مهم جدا ان يكون الكاكاو برضو نوعه حلو، والزيت كمان، لو الزيت معانا تقيل او مش حلو يعني بصراحة بيطلع الصوص مش حلو خالص. انما بقى لو الزيت معانا بقى نوعه بقى نضيف كده ورايق يعني كده وصافي، بصراحة الصوص بيطلع طعمه حلو جدا. نقدر بقى نغطي بيه بقى كيك، او نحشي بيه بقى كيك برضو، او تورتة، او نزين بيه بقى اي حاجة نحبها، اي حاجة يعني اللي انتوا عاوزينه اعملوه بيه. بس كده خلاص، جربوه بقى، ولو عجبكم بقى فيديو النهاردة ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب او اشتراك في القناة، وتفعلوا جرس التنبيه. اشوفكم بقى ان شاء الله في الفيديوهات الجاية. السلام عليكم. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض المروار او الجليز اللمع اللي انتم شايفينه الحلو ده. طريقته سهله جدا جدا، ومكونات بسيطه، والنتيجه بتاعته باذن الله ممتازه ومضمون من اول مره معاكم. نشوف بقى كده المقادير معانا وطريقه التحضير. بس قبل ما نبدا بقى، يا ريت تعملوا لايك للفيديو اول ما تشوفوا الفيديو على طول. نشوف بقى كده المقادير. طبعا المقادير موجوده عندي هنا بالجرام على الشاشه زي ما انتم شايفينها. وبعتذر جدا ان انا ما عايرتهاش بالكوبايه او المعلقه، لان الوصفه دي لازم بالجرام، لان طبعا الكوبايه اللي عندي مش زي اللي عندك، مش زي اللي عند غيرك، وهكذا. فيا ريت نلتزم بالميزان، لان طبعا هو الميزان مش غالي، وفي نفس الوقت الوصفات بتبقى ادق بيه شويه، خصوصا كمان الحاجات اللي هي الغربيه دي. نشوف بقى كده المقادير. طبعا عندي هنا بقى 300 جرام من الشوكولاته البيضه الخام، انا مقطعاه صغير. عندي 300 جرام من عسل الجلوكوز او الكورن سيرب،
عندي 200 جرام من الحليب المكثف المحلى، وطبعا ده انا عملته في البيت، وهسيب لكم برضو اللينك بتاعه في صندوق الوصف. عندي بقى 300 جرام من السكر، سكر حبيبات ناعم، 120 ملي من المية عشان الجيلاتين، و150 ملي من المية عشان خليط السكر والعسل. تمام، اول حاجة بقى كده هاخد 120 ملي ادوب فيهم بقى كده الجيلاتين. الجيلاتين ده 20 جرام، يعني كده حوالي معلقة كبيرة ونص. ابتدي بقى كده اقلب الجيلاتين في المية تقليبة بس كده، وهسيبه على جنب زي ما انتم شايفين. طبعا هو مدابش 100%، مجرد بس ان هو يتقلب بس كده في المية وتساب على جنب لحد ما نخلص اللي احنا هنعمله. عندي هنا بقى كسرولة او حلة صغيرة، احط فيها بقى كده المية 150 ملي من المية، وهضيف عليهم السكر، سكر ناعم حبيبات مش بودرة، وهضيف كمان عسل الجلوكوز زي ما انتم شايفين. هضيفهم كده كلهم مع بعض طبعا عشان العسل ما يغلبناش كده، هو بينزل من البولة. قبل ما توزنوا العسل في البولة اللي عندكم اشطفوها كده بس بشوية مية، عشان لما نيجي ننزل العسل منها ما تغلبناش يعني قوي، خصوصا كمان ان الجو برد قوي، فالعسل اصلا بيبقى ماسك قوي ورابط عن الحر كمان. فزي ما انا قلت لكم ممكن نحطها كده دقيقتين بس في مياه سخنه عشان ننزل العسل كله، او ممكن كمان نبقى نشطفها بس كده من جوه بشويه ميه عاديه. دلوقتي كده حطيتهم على جنب، طبعا هقلب فيهم دلوقتي وارفعهم على النار. هجيب بقى كده بوله احط فيها بقى كده الشوكولاته، 300 جرام شوكولاته، واحط عليهم بقى كده الحليب المكثف المحلى. طبعا ده انا عملته في البيت لان هو غالي بره، فهسيب لكم ان شاء الله كده اللينك بتاعه في صندوق الوصف. انا عملته واشتغلت بيه على طول يعني ما دخلتوش الثلاجه، زي ما انتم شايفين القوام بتاعه حلو جدا. هسيبهم بقى كده على جنب، وهبتدي بقى كده اروح على النار عشان اقلب المحلول اللي عندي ده او السيرب اللي عندي. هقلبهم بقى كده مع بعض كويس جدا لحد ما السكر والعسل كده يدوب في المية، طبعا على نار تكون متوسطة لمدة 5 دقايق بالظبط. يعني احنا مش عاوزينه يغلي كتير او يقعد كتير، احنا بس عاوزينه بس على النار 5 دقايق بالظبط كده يغلي مع بعضه، وبعد كده هنرفعه. طبعا انا هنا قلبته زي ما انتم شايفين كده لحد ما العسل والسكر دابوا في المية، هسيبه بس كده على النار دقايق لحد بس ما يغلي غلوة. زي ما انتم شايفين هو بدأ يغلي، وهنا خلاص بقاله كده حوالي 5 دقايق بيغلي على النار. هشيل بس كده الرغاوي اللي على وشه، بعد كده بقى هرفعه من على النار. طبعا هو بالظبط غلى عندي على النار 5 دقايق او 6 دقايق بالظبط، مش اكتر من كده عشان ما يتقلش قوي، احنا بس عاوزينه بس يغلي 5 دقايق بالظبط على النار. هنا بعد ما فات عليه 5 دقايق رفعته من على النار، وهبتدي بقى كده انزل الجيلاتين اللي انا حطيته في الميه. زي ما انتم شايفين طبعا الجيلاتين بقى طري من الميه، وكمان برضو لما ينزل في الكسرولة كده هيسيح بسرعة او هيدوب بسرعة عشان الخليط اللي معانا كان بيغلي. فانتوا شايفين كده على طول وقت ما حطيته في المية داب على طول وساح، يعني ما عادش متكتل خالص. قلبته كده بقى تقليبة واتأكدت كويس جدا ان هو داب او ساح في الخليط اللي عندي بتاع السيرب ده. هبتدي بقى كده اجيب الشوكولاتة والحليب المكثف اللي في البولة، وهنزل عليها بقى كده بالسيرب اللي عليه الجيلاتين يعني كده هو سخن طبعا عشان يسيح لي الشوكولاته جواه. طبعا الخليط سخن ما نستناش لما يبرد، ننزل بيه كده على طول سخن على الشوكولاته والحليب المكثف، وهقلبه كده بس تقليبه، وهسيبه كده حوالي 5 دقايق بالظبط لحد كده ما الشوكولاته تسيح شويه من حراره الميه او حراره السيرب اللي احنا عملناه عشان تسيح معايا بسهوله. طبعا الشوكولاته لسه زي ما هي يعني متكتله كده ما سحتش خالص، فانا هسيبها كده بس حوالي بالظبط 5 دقايق لحد كده ما الشوكولاته تبتدي بس تسيح شويه او تطرى شويه عشان اقدر ادوبها بسهوله. هنا بقى كده جبت الهاند بلندر، او لو ما عندناش هاند بلندر نقدر نعملها في الخلاط الكهرباء بتاعنا، بس هو كان متوفر عندي يعني فقلت لما اعمل بيه. هشغل بقى كده الهاند بلندر عليه كده لحد ما الشوكولاته بقى كده تسيح وتختفي خالص في الخليط اللي عندي ده، ويبقى كده كله خليط واحد كده متجانس والقوام بتاعه كويس. وطبعا اكيد في الاخر هنصفيه، ممكن زي ما قلت لكم نعمله في الخلاط طبعا لو ما عندناش هاند بلندر، وممكن نعمله بالهاند بلندر لو هو متوفر عندنا. هضربه كده بقى مع بعض كويس جدا لحد ما اتاكد كده بقى ان كل الشوكولاته ساحت او دابت في الخليط اللي عندي ده، وما عادش فيه كده اي قطع صغيره او اي تكتلات صغيره. زي ما انتم شايفين بعد ما كله كده اختلط مع بعضه كويس جدا بقى ده القوام بتاعه. هبتدي بقى كده اصفيه،
انتوا شايفين كده هو خفيف شوية عشان هو لسه معمول، انما لما بيقعد كمان سواء بره التلاجة او في التلاجة بيتقل شوية كمان. القوام بتاعه كويس جدا على فكرة، ممكن نصبه كده على طول، بس هنستنى عليه بس كده لما يهدى بس شوية، بعد كده نصبه على اي كيك بقى احنا عاوزينه، او تورتة موس او جاتو موس. دلوقتي بقى كده جبت مصفى وصفيته كله، زي ما انتوا شايفين كده في كتل صغيرة من الجيلاتين ما دابتش قوي، فلازم نصفيه. هنا بقى ده القوام بتاعه، طبعا نقدر نلونه باللون الابيض، نخليه ابيض بس يعني نحط فيه كده لون ابيض سواء بودرة او جل لو متوفر عندكم، او ممكن كمان يعني نلونه بالوان غامقة زي ما انا هلون دلوقتي. انا هنا بقى كده هقسمه على نصين، يعني هقسم الخليط ده كده في بولتين قد بعض بالظبط عشان الون كل بولة فيهم بلون مختلف. ممكن طبعا نعملها كلها لون واحد، يعني نخلي المروار كله لون واحد، وممكن نقسمه ونلونه على حسب ما احنا عاوزين. طبعا عشان هنا انا عاملة كمية كويسة يعني مش قليلة خالص، فقسمته على اتنين على بولتين كده عشان الون كل جزء فيهم لون مختلف، عشان بقى سواء كنت هغطي بيهم جاتو بقى او تورتة موس اي حاجة بقى يفضل عندي وخلاص. وطبعا عشان نعزز اللون اكتر، لو عندنا لون ابيض زي ما انا قلت ممكن نحط عليه لون ابيض قبل ما نلونه باي الوان تانية، لان طبعا اللون الابيض بيخلي اللون يثبت اكتر او يظهر اكتر. تمام، هنا بقى كده جبت بولة وطبعا حطيتها على الميزان عشان اوزن بالظبط الكميتين قد بعض، فانا عملت هنا في كل بولة كده حوالي 600 جرام او 600 وزيادة، يعني يعني المقدار اللي انا عملته ده كله عمل لي 1200 جرام وزيادة كمان، يعني حوالي كيلو، يعني كيلو و200 جرام كمان، ما شاء الله كمية كويسة. ممكن نغطي بقى كمان تورتايتين مش تورتاية واحدة، او لو عاملين بقى جاتوهات موس او هاف بول او اي حاجة من دي ممكن نغطي بيها برضو، هتعمل لنا كمية كويسة جدا. وطبعا احنا برضو لما بنصب المروار او الجليز ده على اي حاجة احنا عاوزينها طبعا بينزل منه كتير تحت، فبرضو بنلمه تاني وبنستخدمه. دلوقتي كده خلاص بعد ما قسمتهم كده على البولتين قد بعض بالظبط، هبتدي بقى هنا الونهم بالوان جل او اي الوان بقى متاحه عندكم، سواء بودره بقى او جل او زيت او اي حاجه بقى. ممكن كمان عايزه اقول لكم برده ان احنا ممكن لو عاوزين نخلي المروار او الجليز اللمعه بتاعته اقوى، ممكن كمان برده نضيف له معلقه كبيره من الزيت، هيلمع معانا بزياده يعني، بس هو كده كان كويس جدا محتاجش ان انا اضيف له كمان زيت يعني. دلوقتي بقى كده حطيت لون اصفر زي ما انتم شايفينه كده وقلبته مع بعض كويس جدا على حسب بقى درجة اللون اللي انتم عاوزينها. انا هنا بقى ضفت كام نقطة كده من اللون الاصفر وقلبته، واكتفيت باللون الاصفر الفاتح ده، مش عاوزة اغمق من كده، هو كده احسن وافضل يعني بالنسبة لي. دلوقتي بقى كده جبت لون احمر عشان الون الجزء التاني من الجليز، وحطيت بقى كده كام نقطة على البولة زي ما انتم شايفين وقلبته مع بعض، واداني لون الروز ده او الورد شوية زي ما انتم شايفينه، كان لونه حلو جدا. بس انا كمان كنت طبعا عايزاه لونه احمر غامق، بس الازازه عندي كانت خلاص فضيت ما عادش فيها اي نقطه لون خالص، ف اداني لون فوشي غامق يعني ما ادانيش لون احمر خالص، اداني فوشي غامق، بس برضو في الاخر طلع لونه حلو. ما كانش عندي بقى كمان الوان تانية عشان ازود واخليه احمر خالص، كانوا اخر نقطتين كده في الازازه وخلاص اترمت يعني. ما كنتش اعرف ان هي مشطبه قوي كده يعني غير وانا بلون الجليز، بس مش مشكله اداني في الاخر لون حلو برضو مش وحش خالص زي ما انتم شايفين. ده اللمعه بتاعته عامله ازاي، بصراحه شكله تحفه وطعمه كمان تحفه. طبعا كلنا اخدين فكره ان الجناش طعمه احلى من المروار او الجليز، طبعا ده بالعكس خالص، الطعم ده بصراحه اقوى من الجناش واقوى كمان من المروار العادي اللي بدون شوكولاته، عشان كمان احنا حاطين فيه شوكولاته وبيضه وحاطين فيه كمان حليب مكثف، فبصراحه طعمه تحفه. طبعا استخداماته بنستخدمه بقى في التورت، سواء بقى في تورت الموس او ممكن في التورت العاديه، وكمان في الجاتوهات برضو سواء جاتو الموس او الجاتو العادي. يا رب بقى فيديو النهارده يكون عجبكم وتكون الوصفه عجبتكم، ولو عجبكم بقى الفيديو يا جماعه يا ريت تعملوا لايك كتير للفيديوهات، تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه لو انتم مش مشتركين واول مره تشوفوها. واستنوا بقى كده ان شاء الله كده الفتره اللي جايه مني بقى كده مجموعه من الجاتو السواري، طبعا لو لقيت تشجيع اكتر على الفيديو ده هنعمل ان شاء الله مع بعض كده مجموعه من جاتوهات السواري. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكونوا كلكم بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض صينيه بسبوسه كده بالسمنه البلدي، حاجه يعني كده فظيعه جدا وشكلها تحفه وطعمها كمان احلى كتير قوي من بره، بطريقه سهله خالص خالص وبسيطه من غير اي تعقيد، هتنجح معاك ان شاء الله من اول مره وتطلع معاكي مظبوطه لو اتبعت الطريقه والمقادير اللي احنا عاملينها النهارده مع بعض. شايفين بقى البسبوسه من جوه عامله ازاي، بجد حلوه جدا جدا وسهله جدا وطريقتها بسيطه
وكلها كده مرمله كده من جوه ومن بره، ومش قادره اقول لكم بقى على ريحتها عامله ازاي عشان عاملينها بسمنه بلدي. يعني بعد الفيديو ده ان شاء الله عمرك ما هتشتريها من بره تاني خالص، هتعمليها على طول في البيت وتعتمديها باذن الله. نشوف بقى كده مقاديرنا ايه وطريقتنا. بس قبل ما نبدا بقى بفكركم تعملوا لايك كتير على الفيديو ده عشان يوصل لعدد كتير من الناس ويتشاف اكتر من كده. نشوف بقى كده المقادير. اول حاجه عندي هنا نص كيلو من الدقيق، عندي دقيق سميد ناعم ما يكونش خشن ولا متوسط، محتاجين دقيق سميد يكون ناعم. النص كيلو دول جم 3 كوبايات من المج الشاي العادي بتاعنا اللي انا وريته لكم دوت، اللي موجود في اي بيت يعني من بيوتنا. يعني النص كيلو 3 كوبايات من السميد الا معلقه كبيره كده. عندي كمان 3 ارباع كوبايه برضو من نفس الكوبايه، يعني انا عايرت الدقيق بكوبايه وهعاير بيها برضو كل المقادير بتاعتي. عندي هنا 3 كوبايات من الدقيق السميد الناعم، كوبايه ربع من السمنه، سمنه بلدي، كوبايه ربع برضو من السكر، سكر الناعم العادي، وثلاث ارباع كوبايه برضو من الحليب او اللبن، وعندي كمان 4 معالق كبار من جوز الهند الناعم، وعندي معلقتين كبار من عسل الجلوكوز. طبعا ده اساس في الوصفه، لو مش متوفر عندنا ممكن نضيف بداله عسل نحل، عسل النحل العادي، بس ما ينفعش نستغنى عنه خالص في البسبوسه لان هو اساس الوصفه، يعني هو اللي بيديلها اللون والطرمله اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي او اللي شفتها في اول الفيديو يعني. تمام. دلوقتي بقى اول حاجه عملتها ان انا جبت السمنه وحطيتها كده في حله عشان ارفعها على النار، ونزلت عليها برضو اللبن او الحليب. بعد كده بقى هرفعهم على النار وهشغل النار والنار تكون عندي متوسطه، وهفضل بقى كده اقلب فيهم لحد ما السمنه تندمج كويس قوي مع الحليب او اللبن بتاعنا، وتكون النار متوسطه يعني ما نسيبش الخليط يغلي، نقلب كده فيهم لحد بس كده ما يندمجوا ببعض ويبقى كده الخليط معانا واحد، ما تبقاش السمنه فاصله عن اللبن. تمام. هقلبهم لحد ما يختلطوا زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بعد كده بقى هنزل عليهم معلقتين كبار من عسل الجلوكوز، وطبعا زي ما قلت لكم ممكن نستبدله بعسل نحل بس ما ينفعش نستغنى عنه خالص في الوصفه. المعلقتين دول حوالي كده 50 جرام من عسل الجلوكوز، هنزلهم بقى كده وهقلب برضو كده الخليط بتاعي لحد كده ما العسل يدوب في اللبن والسمنه بتاعتي. نقلب بقى كده كويس قوي. بعد كده بقى هننزل بجوز الهند، الاربع معالق كبار من جوز الهند، وجوز الهند يكون ناعم، وهقلبهم مع بعض برضو لحد ما يختلطوا، وبعدها على طول هنزل بالسكر الناعم وهقلب لحد كده ما كل المكونات تختلط مع بعضها كويس جدا. اخر حاجه بقى كده هننزلها هو دقيق السميد، بس طبعا هنهدي النار شويه وهننزل السميد على الخليط بتاعنا والنار شغاله. تمام. جبت هنا بقى النص كيلو سميد او الثلاث كوبايات اللي معلقه كبيره، نزلتهم مره واحده كده على الخليط بتاعي كده في الحله، وهبتدي بس كده اقلب فيهم تقليبه بس مش كتير عشان ما تنشفش معانا، مجرد بس كده ان احنا نخلط الدقيق مع المكونات السائله بتاعتنا اللي في الحله. هنرفعها على طول يعني ما تحاوليش تقلبي كتير فيها، نقلب بس كده لحد ما يختلطوا ببعض كويس، وبعد كده نرفعها على طول عشان كتر التقليب هينشفها. كده رفعتها من على النار. هجيب بقى كده الصينيه بتاعتي مقاس 30، مقاس 30 مدوره، حطيت فيها كده معلقه سمنه بلدي كبيره، وهبتدي بس كده ادهنها كويس قوي. ممكن لو عندنا طحينه برضو ندهنها طحينه، معلقه كبيره من الطحينه البيضه هتديلها لون حلو، بس انا ما كانش عندي غير سمنه فهي بصراحه بتبقى احلى بالسمنه يعني. ده هنتهى بقى كده بالسمنه كويس قوي، وهبتدي بقى كده انزل فيها البسبوسه بتاعتي. بعد كده بقى هوزعها في الصينيه كويس قوي زي ما انتم شايفين كده لحد كده ما املى الصينيه بيها يعني. وهحاول بس كده اسويها كويس قوي في الصينيه، ما اخليش حته اعلى من التانية، اسوي سطحها كويس قوي عشان ما تبقاش حته اعلى من التانية. شلت هنا بقى كده الاسباتولا، لو جبت معلقه كده متعوده افرد بيها البسبوسه يعني بتسهل عليا. هظبطها بقى كده من الحروف عشان كده اسوي السمك بتاعها تبقى كلها كده سمك واحد. بعد ما هسوي كده السطح بتاعها زي ما انتم شايفين، هبتدي بس كده اخبطها كذا خبطه على الرخام عشان سطحها يتسوى اكتر. وبكده خلاص نكون سوينا وشها. ممكن طبعا نسويها بمعلقه عاديه خالص او بسباتيولا او ممكن بسكينه يعني برضو، بس هي تبقى سهله بمعلقه عادي، بمعلقه عادي بتاعه الطعام يعني هتتفرد معانا بسهوله. كده خلاص بعد ما ظبطت الصينيه بتاعتي، عندي هنا بقى شويه مكسرات،
ممكن طبعا ما تحطوش مكسرات، وممكن تحطوا بس فول سوداني، او ممكن تخلوها ساده كده زي ما هي حسب المتوفر عندك بقى. اعملي، انا كان عندي هنا بقى شويه بشر بندق، وعندي كمان شويه مكسرات صحيحه يعني، فهنا بقى كده جبت شويه بشر بندق، وهبتدي كده احط بشر بندق عليها كده مع شويه كريز بالشكل ده كده. هما كانوا شويه كده عندي، فقلت لما احطهم يعني اقسم الصينيه نصين كده، احط فيها نص مكسرات صحيحه ونص بشر بندق مع كريز عشان يبقى شكلها حلو يعني. ممكن نخليها ساده زي ما قلت لكم. بعد ما حطيت بشر البندق كده، هبتدي بس كده اضغط شويه عليه عشان يثبت. وجبت هنا بقى كده كريز انصاص، قسمت الواحده يعني كده على اتنين بالسكينه، وحطيتها بالشكل ده، بتبقى شكلها حلو جدا بصراحه. الكريز مع بشر البندق في البسبوسه. جبت هنا كمان بقى المكسرات بتاعتي الصحيحه، جبت هنا بقى عين جمل، وهبتدي احط بالشكل ده كده. بعد كده بقى هجيب بندق برضو، يعني بقى زينيها بقى على حسب ما تحبي بقى، او على حسب المتاح عندك. انا هنا عملتها بالحاجات اللي كانت متوفرة عندي، زي ما قلت لك ممكن تحطي فول سوداني، او ممكن تخليها كده زي ما هي، ما تزينهاش خالص يعني، وتخليها سادة. وممكن لما تطلع من الفرن تبقى تحط عليها حتة قشطة كده بيضة وتاكليها بيها. هخلصها بقى كده زي ما انتوا شايفين. وطبعا مسخنه الفرن على حراره 180، بتخش على الحراره هاديه شويه عشان تستوي براحتها، وما تبقاش كده بيضه من جوه لما نخرجها، تبقى كده كلها كده واخده لون من جوه ومن بره، تبقى واخده لون واحد يعني لون ذهبي. طبعا سخنت الفرن زي ما قلت لكم على 180، وهدخلها على الشبكه، هتقعد حوالي كده 40 دقيقه او اكتر كمان، على حسب كده ما تشوفوا الطرف بتاعها استوى معانا كده واحمر شويه، شغلوا عليها الشوايه وخرجوها على طول، بس مش اقل من 40 دقيقه عشان ما تخرجش معاكم وتبقى بيضه من جوه ومش مستويه. دلوقتي بقى كده هعمل السيرب بتاع البسبوسه او الشربات بتاع البسبوسه. طبعا معروف انه بيبقى خفيف، يعني كميه السكر قد كميه الميه بالظبط. هنا بقى كده حطيت في كسروله بقى كده صغيره كوبايه ونص من السكر، وعليها كوبايه ونص من الميه، وعليها كمان عصير نص ليمونه. لو حابين نضيف عصير جلوكوز ضيفوا معلقتين لو متوفر عندكم. وهرفعهم على النار بدون تقليب لمدة 10 دقايق كده او 7 دقايق كده. بعد كده بقى هطفي عليها النار وهسيبه. وهنا البسبوسة عندي بعد ما خرجت من الفرن، شايفين اخضر لون حلو ازاي. طبعا بعد كده ما فصلت من الجوانب زي ما انتم شايفينها كده وخدت لون من الحروف، شغلت عليها الشواية لما خدت لون حلو من فوق ده، وبعد كده بقى طفيت عليها النار وخرجتها. طبعا معروف برضو ان البسبوسة على طول اول ما تخرج من الفرن سخنة بنسقيها برضو بالسيرب، والسيرب يكون سخن. دلوقتي بقى كده هسقيها بالسيرب بالكمية اللي انا عملتها كلها، مش اقل منها يعني. الصينية مقاس 30 دي خدت بالظبط كمية السيرب اللي احنا عملناها، اللي هي كوباية ونص سكر على كوباية ونص من المية. تمام. لو مش حابين السيرب كتير قوي عليها يعني، ممكن تخلوها بس كوباية واحدة بس من السكر عليها كوباية واحدة من المية، على حسب راحتكم يعني. هنا بقى كده فضيت عليها كمية السيرب، وهسيبها بقى كده لما تشرب السيرب براحتها، ولما تبرد تماما بعد كده بقى هبتدي اقطعها. زي ما انتم شايفين بعد ما سبتها بردت خالص وشربت كده كل السيرب اللي عليها، ما بقاش في اي سيرب خالص على الوش، وطرية جدا جدا. نبتدي بقى كده نقطعها. طبعا ما ينفعش نقطعها غير لما تكون باردة تماما او تكون بقت دافية كده، بس حاجة بسيطة. بعد كده بقى نقدر نقطعها زي ما نحب يعني. هنا بقى كده بقطعها، شايفين بقى شكل القطعة عامل ازاي، ما شاء الله بجد طرية جدا ومتماسكة، واحلى كتير قوي من لما نجيبها من بره، ومضمونة كمان احنا عاملينها بايدينا وعارفين احنا عاملينها ازاي. وصفة حلوة جدا جدا، ياريت بقى تجربوها. لو عجبكم بقى فيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك كتير على الفيديو وشير واشتراك لو انتم مش مشتركين في القناة، وتفعلوا جرس التنبيه. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم. اهلا بيكم في فيديو جديد ووصفه جديده، معاكم بسمه من قناه مكسرات وبهارات. يا رب تكونوا جميعا بخير، كل سنه وانتم طيبين. خلاص هلت علينا كده روايح العيد، فطبعا لازم نعمل كحك في البيت زي كل سنه، دي خلاص بقت عاده يعني، ولان كمان احنا بنعمله احلى من اي محل هنجيبه منه، واوفر وانضف كمان.
النهارده كده هقولك ازاي تعملي بجد اقوى وصفه كحك ممكن تجربيها. طريقه المحلات ما فرقتش حاجه خالص عنها، سواء في الشكل او في الطعم او في القوام بتاع العجينه. النهارده كده هنعمل مع بعض كحكايه متماسكه، نقشتها مش بتروح من عليها خالص، بتحتفظ بنقشتها كده ومتساويه مظبوط قوي 100%. طريقه ما فيش اسهل ولا ابسط منها، والطعم بصراحه ما فيش احلى من كده. شايفين ما شاء الله بتدوب ازاي، بجد كحكاية دايبة وناعمة جدا، يعني كحك فاخر من الآخر بجد. لو مجربتش الطريقة دي هتندمي، ولو جربتيها بجد هتدعيلي. يلا بينا بسرعة كده على الفيديو نشوف عملناها ازاي، بس يا ريت لو سمحتوا ما تنسوش اللايك. طيب مبدئيا كده اول حاجة هشتغل فيها او هجهزها عندي في الكحك بتاعي هي الملبن او العجمية او العجوة، على حسب انت حابة تحشي الكحك بتاعك ايه. انا جبت هنا نص كيلو من الملبن على الكيلو الكحك بتاعي، حطيت عليه كده معلقه كبيره ممتلئه من السمنه البلدي، بصراحه بتفرق في طعمه. ممكن برضو نحط زبده. حطيت كمان كده حوالي 3 معالق كبار من السمسم المحمص، وحطيت كمان نص معلقه كبيره من ريحه الكحك او بهارات الكحك بتاعي، بصراحه بتدي للملبن عندي طعم حلو جدا جدا وتست كمان احلى. بعد كده ببدا اعجنهم مع بعض بالشكل دوت، وده بيكون شكل الملبن عندي. طبعا بيكون ملزق شويه، لكن دلوقتي هقول لكم هنشكله ازاي. هنا بقى كده نزلت بحوالي 200 جرام من عين الجمل، وعين الجمل عندي مجروش، يعني انا كده كسرت كده واحدة عين الجمل عندي على 3 قطع بالكتير، عشان برضو كده طعم المكسرات او عين الجمل عندي يكون باين اوي في الكحك. بعد كده خلطتهم مع بعض. بعد كده ببدأ اخد كده قطع صغيرة كده من الملبن، وطبعا يكون فيها برضو عين جمل، وابدأ اكورها كده على قد الكحكاية بتاعتي او على قد حشو الكحكة بتاعتي. طبعا هنا عشان الموضوع يبقى سهل عليا كده، وزي ما انتم شايفين كده اخد الملبن واكوره بمنتهى السهولة، دهنت بس ايدي كده شوية من السمنة او الزبدة عشان اقدر اشكل الملبن بتاعي بمنتهى السهولة. هخلص بقى كل الكمية اللي عندي كلها وهركنها على جنب. نيجي بقى دلوقتي لمكونات الكحك بتاعنا او مكونات العجينة بتاعتنا. هتكلم في الاول عن الدقيق. الدقيق عندي انا بستخدم دوبلة، طبعا تقدر تستخدمي اي نوع، عندك الكوثر او عندك الضحى، يعني الانواع الموجودة في السوق ممكن تستخدميها. ممكن برضو تستخدمي الدقيق عادي خالص اللي هو السايب، بس يكون نوع كويس زي النوع الاصيل. تمام. انا الحقيقة من يوم ما استخدمت دوبلة وانا مش بغيره، لان الحقيقة بيديني يعني نتيجة وطعم احلى كتير جدا من اي دقيق تاني. هو نعم غالي شوية لكن بصراحة يستاهل. فمكوناتنا هنا كيلو من الدقيق سواء كحك وبسكوت او جميع الاغراض. عندي هنا كمان حوالي 3 معالق كبار من السمسم، وعندي معلقه كبيره من البيكنج باودر، وعندي هنا معلقه كبيره ممتلئه من ريحه الكحك او بهارات الكحك. طبعا انا بحب اضيفها لان بصراحه بتدي الكحك بتاعي طعم وريحه حلوه جدا. هنا كمان عندي ربع كوبايه من السكر البودره، وعندي هنا بقى الماده السائله. عندي هنا هستخدم لبن على ميه، طبعا اللبن بيأثر من عمر الكحك عندنا شويه، لكن المية طبعا بتطول من عمره. انا بقى النهاردة كده حبيت اعمل ميكس بين الاتنين، فضفت نص كوباية من المية وحطيت عليها نص كوباية كمان من اللبن، تمام، او الحليب السائل. دلوقتي بقى كده هبدأ اتكلم عن السمنة بتاعتي. السمنة عندي هنا بقى زي ما انتم شايفينها بتكون طرية، يعني مش متجمدة خالص ومش سايحة خالص. انا النهاردة بقى كده عملت السمنة دي ازاي. خدت كده 550 جرام من السمنة، يعني نص كيلو زائد معلقتين كبار ممتلئين. خدت السمنة عندي زي ما قلت لكم كده، حطيتها في كاسرولة، بعد كده قدحتها على النار وسبتها عندي لما تبرد كده في حرارة المطبخ شوية. بعد كده خدتها دخلتها التلاجة عندي لحد ما تبرد، وبتكون عندي بالشكل والقوام ده. انا ليه بقى عملت الخطوة ديت؟ لان انا بصراحة بحب كده اخد طعم الكحك اللي على السخن، الكحك المقدوح، وكمان خفة الكحك اللي على البارد اللي هو من غير قدح، اللي هو السمنة من العلبة كده على طول وبنستخدمها. بصراحة الطريقة دي في السمنة بتفرق جدا جدا، وبتودي الكحكاية عندك في حتة تانية خالص. لو جربتيها بجد بجد مش هتبطلي تعمليها، تمام. هنا بقى كده سبت السمنة على جنب بعد ما اتكلمت عنها باستفاضة شوية. جبت بقى هنا بولة العجان بتاعتي، حطيت فيها الدقيق وحطيت عليها كل المكونات اللي هو السكر البودرة وريحة الكحك والسمسم والبيكنج باودر، وقلبتهم مع بعض بالشكل دوت تقليبة كده. بعد كده هبدأ ان انا انزل عليهم السمنة، وزي ما انتم شايفين قوام السمنة عندنا بيكون طري، يعني مش بتكون سايحة قوي ومش بتكون متجمدة، احنا عايزينها بنفس الشكل والقوام ده. انا هعمله في العجان، تقدري طبعا تعمليه على ايديكي، لكن هو كده كده العجان موجود عندي فحبيت اعمل فيه، تمام. ضفت كل المكونات وشغلت عليه كده العجانة، مش بعلي عليه السرعة خالص، هو بالكتير قوي على رقم 2، بفضل كده بستهم مع بعض كويس قوي. دلوقتي بقى كده هنشوف العجينة عندنا بقت شكلها مختلف تماما. ده بيكون شكلها بعد ما خلاص خدت وقتها كده، بتكون عاملة زي عجينة الغريبة بالظبط. الكحكاية عندنا اتبست كويس قوي،
وده خلاص بقى شكلها زي ما قلت لكم كده، عامله زي عجينه الغريبه، بتكون ناعمه جدا جدا. طبعا دي خطوه مهمه قوي في نجاح الكحك بتاعنا في الاخر، عشان نطلع كحك معانا مظبوط كده ودايب زي المحلات بالظبط، واحلى كمان، لان الحقيقه ان الطريقه دي اصلا بتاعت المحلات، لانه الحقيقه في الاخر نفس الطعم والقوام وكل حاجه بصراحه بتاعت الكحك الجاهز، مش فارقه خالص خالص عنه. رجعتها العجان تاني، بعد كده بدأت انزل عليها كوباية اللبن على مية عندي بالشكل دوت، بس طبعا بنزله بالتدريج لحد ما اشوف قوام العجينة معايا في الاخر. نزلت هنا كده حوالي 3/4 كوباية السوائل اللي عندي، لقيت كده العجينة عندي لسه برضو بتشقق شوية، فكملت كمان الكوباية، والكوباية عندي 250 ملي، تمام. وقلبتها كمان تقليبة. ده خلاص شكل العجينة عندي بعد ما خلصتها. طبعا عايزة اقولك لو هتعمليه بدقيق مختلف عن اللي انا عاملة بيه النهاردة، هتحس ان العجينة معاكي تكون برضو لسه بتلزق شوية، فما فيش اي مشكلة، زودي لها كمان شوية من اللبن او المية، هتظبط معاكي. ده خلاص شكل العجينة بتاعتي، كنت بعمل كده تيست على واحدة، شايفين بعد ما بصمتها بالبصام، وما شاء الله نقشتها حلوة جدا جدا. الكحكاية معايا عشان نعرف ان هي مظبوطة معانا، وان شاء الله كده ناجحة معانا في الاخر، مهما خدناها كده وكورنا فيها ما تشققش معانا خالص، بتكون كده ملساء زي ما انتوا شفتوها، وده بيكون شكلها. دلوقتي بقى كده هبدأ اشكل الكحك بتاعي اوحشي عشان انقشه. انا النهارده بصراحة حبيت انقشه، لان انا بحب النقشة جدا عن البصامة يعني، وعن شكل البصامة. فجبت هنا كده باخد بقى قطعة من العجينة، في الاول قبل ما اشتغل فيها لازم الفها في ايدي كويس جدا، بعد كده ابدأ احشيها بالحشوة بتاعتي، بقفل عليها بقى بالشكل دوت. بعد كده ببدأ برضو اكورها تاني عشان برضو ما يكونش فيها كده اي تشققات في الاخر، وبيكون ده شكلها. حابين بقى كده نبططها شوية كده او نفردها حاجة بسيطة عشان ننقشها، ما فيش مشكلة. جبت هنا بقى المنقش بتاعي عشان انقشها، وبصراحة كده بتحسوا باستمتاع كده وانتوا بتنقشوا الكحك، بيكون كده حاجة مختلفة بصراحة، وفي نفس الوقت برضو سريعة مش بتاخد وقت خالص. ببدأ كده انقش الكحك بتاعي بالشكل دوت. طبعا لو مش حابه ممكن تعملي بالبصامه على طول مره واحده في الصاج، لكن زي ما قلت لكم انا بحب انقش الكحك. نقشت اول واحده، ببدا بقى احطها في الصاج بتاعي، والصاج عندي بيكون ناشف تماما يعني، مش بيكون فيه اي ماده دهنيه خالص، في كل شغل النواعم بتاعنا يعني، مش في الكحك بس، تمام. ببدا دلوقتي برضو انقش كمان واحده، تمام. نحاول كده نغير في الاشكال على قد ما نقدر. طبعا المنقش يعني شغله سلس جدا وحلو جدا، وما شاء الله بصراحه الكحك معانا مساعد جدا يعني، في كده كحكايه او عجينه تيجي تحط عليها المنقش تلاقيها كده بتطلع معاكي في المنقش بتاعك، لكن الحقيقه النهارده كده الوصفه معانا مظبوطه جدا جدا، بننقش كده براحتنا خالص، والكحك عندنا مش بيحصل لها اي حاجه لحد اخر واحده، وما شاء الله زي الفل. بجد جربوا الطريقه دي واكيد اكيد هتعتمدوها. هخلص بقى كده كل الصاج عندي بنفس الطريقه بالظبط، وطبعا الصاج عندي مش مدهون خالص اي ماده دهنيه زي ما قلت لكم، ولا هو ولا كل شغل النواعم سواء البسكوت او البتفور او كل الحاجات ان شاء الله اللي احنا نعملها مع بعض، بنحط على طول كده الحاجه فيها من غير ما نكون دهنينها. خلصت عندي كده اول صاج دوت، شكله ما شاء الله شكله حلو جدا. طبعا الصاج ده مقاسه 30 × 40 برضو، وهتشوفوا كمان شويه الكيلو دي عندي عمل كام صاج. طبعا في نفس الوقت قبل ما اشكل الكحك اصلا كنت مسخنه الفرن عندي، عشان وقت ما اخلص على طول ادخل الصاج عندي الفرن ويكون سخن كفايه، لان طبعا التسويه عندنا لازم تكون مظبوطه عشان الكحكايه عندنا ما تشققش، وعشان كمان ما تنشفش مننا. ديت الكميه الثانيه، ده صاج كبير ما شاء الله، تقريبا مقاسه 50 × 40 حاجه زي كده، والصينيه الصغيره دي كمان. دخلت بقى الكحك عندي كده الفرن بقى على الشبكه في النص على درجه حراره 180، او تكون بين الهادي وبين المتوسط لو ما عندناش درجه حراره، وناخد بالنا كويس جدا ما نشغلش عليه شوايه خالص في البدايه، عشان طبعا الكحكايه عندنا لما بتشم النار كده من فوق، خصوصا كمان لو هي محشيه ملبن، بتشقق عندنا او وشها بيفتح من فوق، فلازم ناخد بالنا من النقطه دي كويس قوي. انا بدخلها الفرن بصراحه على حسب ما بيقعد، انا مش بعد له وقته خالص، بشوفه كده لو هو خد لون ذهبي من تحت كده حلو زي ما انتم شفتوها من شويه الكحكايه، ببدا على طول اخرجه. يعني زي ما قلت لكم انا مش بشغل عليه الشوايه، انا بسيبه كده في حراره الفرن بتاعي، ساعات اشغل عليه المروحه بتاعه الفرن او لا، على حسب ما اشوفه قدامي عامل ازاي يعني. ممكن ياخد في الفرن بالكتير تلت ساعه نص ساعه على حسب نوع كل فرن. هنا كده خلاص بعد ما خلصت كل الكميه بتاعتي ما شاء الله بجد كلها واخده لون حلو جدا، كلها لون موحد. عشان احفظها هنا بحطها في علبه كده
وجواها كيس بلاستيك، طبعا مهم جدا عشان نحافظ على الكحك بتاعنا. وطبعا ما نقفلش عليه الكيس غير لما يكون الكحك عندنا بارد تماما. دلوقتي بقى كده وقت التقديم او وقت رش السكر، لو حابين بقى نرش. طبعا ما ينفعش خالص نرش عليه السكر ونحفظه عندنا، لازم بنشيله كده زي ما هو وبنحط عليه السكر وقت تقديمه بس. هنا كده جبت طبق وبدأت ان انا كده ارش عليه سكر، والسكر عندي هنا انا ضفت له شوية من النشا عشان يثبت عندي على الكحكية بتاعتي. يعني حطيت كده حوالي نص كوباية من السكر، حطيت عليها معلقتين كبار من النشا وقلبتهم مع بعض في الاول. بعد كده ببدأ كده اخد شوية في مصفى كده او منخل صغنن وابدأ كده ارش على الكحك بتاعي. طبعا احنا بنرش بالطريقة دي كده، بنحط طبقة وبعديها بنحط كمان طبقة وبنرش عليها وهكذا لحد ما نخلص كل الكمية. وده خلاص بيكون شكل الطبق بتاعنا. طبعا زي ما قلت لكم مش بنرش السكر غير وقت التقديم بس، خاصة في الحر كمان. يعني بصراحة يعني وصفة النهاردة ناجحة ومضمونة. لو جربتوها بجد بجد هتدعولي، ده بجد بجد نفس طعم المحلات بالظبط. يعني انا اكيد كلته من بره كتير، واكيد قارنت برضو بين الاطعمه اللي انا عملتها قبل كده وبين طعم المحلات. الحقيقه بجد الوصفه دي تكسب 1,000,000%. جربوها بجد مش هتندموا لو جربتوها. الكحك ما شاء الله دايب محتفظ بنقشته، متماسك، هيقعد معاك ان شاء الله برضو مش هيغير طعمه لو حفظناه بطريقه كويسه. وده خلاص شكله. لو حابين بقى نخرجه اوردرات او لو حابين نخرجه كده هدايا لحد، طبعا بنرصه كده في علب، وفي برضو علب بتكون متقسمه لو تعرفي تجيبيها هاتيها لو حابه تهدي بيها حبايبك. وده خلاص شكل العلبه بتاعتنا بعد ما خلصناها. انا هنا كده كنت عامله علبه مشكله، يعني فيها كحك وفيها بسكوت وفيها كمان غريبه. جربوه بقى وما تنسوش رايكم بقى في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله على خير في باقي الوصفات اللي جايه، والسلام عليكم. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله كده نعمل مع بعض السبونج كيك او الكيك الاسفنجي بالدقيق العادي مش بالدقيق الاسبونج. انا عملتها معاكم قبل كده بالدقيق الاسبونج كذا مره، فالمره دي بقى كده ان شاء الله نعملها مع بعض بالدقيق العادي، بس هعملها بالشوكولاته بالكاكاو. يعني عندي هنا المقادير بالجرام، وهسيب لكم برده المقادير بالكوبايه في صندوق الوصف. عندي هنا 200 جرام دقيق، 5 بيضات بحراره المطبخ، 200 جرام سكر، 40 جرام كاكاو خام، 40 جرام محسن جل. يعني هي العبوه دي كده 40 جرام، انا بجيب دي كده ب 3 جنيه 40 جرام. عندي هنا 25 جرام نشا، يعني معلقه كبيره، ومعلقه بيكنج باودر او نص كيس بيكنج باودر، وفانيليا، ونص كوبايه ميه ساقعه متلجه. اول حاجه بقى كده هنجيب حبه العجان وهنزل فيها بقى بكل المكونات اللي عندي دي كلها كده مره واحده، مفيش حاجه قبل حاجه. بسم الله. هنزل البيض، هنزل الدقيق، والسكر، والكاكاو، والنشا، كل المكونات اللي عندنا يعني كده مرة واحدة. خلاص كده هشغل بقى عليهم العجان لحد ما حجمهم كده يزيد معايا ويتضاعف. يعني هشغلهم كده 10 دقايق متواصلين، وبعد كده بقى هرجع لكم تاني. خلاص كده بعد ما عدى كده 5 دقايق ما شاء الله الخليط زي ما انتم شايفين كده، شايفين تضاعف حجمه ازاي من العجانه، وبقى كريمي اهو زي الاسبونج الجاهز بالظبط. اقلبهم كده مع بعض كويس كده عشان لو في حاجه لسه تحت يعني ما اتخلطتش كويس. شايفين ما شاء الله كريم ازاي، زي الاسبونج الجاهز بالظبط اللي بنعمله بديه الاسبونج الجاهز. هو كده خلاص جاهز معايا، مش محتاجة ان انا اشغله تاني مرة. يعني كده خلاص جاهز معايا. عندي بقى هنا صينية مقاس 24، وعندي هنا ورقة زبدة عادية خالص اهي، هتنيها كده بالنص من النصين كده، اتنيها كمان مرة. هتنيها كده بقى، هقلب الصينية كده واحط الطرف ده كده في النص.
عشان اخد مقص صينيه كده واعمل لها ورق زبده مدوره. احطها بقى في الصينيه كده. ممكن بقى ندهن الصينيه زيت او ممكن برضه نبطنها بورق زبده كده من هنا، بس انا مش هبطلها، مهدينها كده دهن الزيت. ده انا كده خفيف كده من الجناب عشان بحس ان الورق الزبده كده من الجناب ما بيطلعهاش مظبوطه يعني. خلاص هنزل فيها بقى كده الكيك اللي عندي ده. بسم الله، شايفين ما شاء الله قوامه. خلاص كده حاول بقى كده اسويها. بسم الله. وطبعا الفرن عندنا متسخن قبل ما نعملها، لان انا سخنت الفرن وولعته قبل ما ابتدي اعملها، وبتخش طبعا على حراره 180 في الرف الوسطاني كده على الشبكه. خلاص كده ظبطتها وسويت وشها، هدخلها بقى الفرن زي ما قلت لكم كده على حراره 180 لمده 40 دقيقه كده. بعد كده بقى ان شاء الله افتح عليها بعد الثلاث اربع ساعه و40 دقيقه، مش قبل كده خالص. وبعد كده بقى اختبرها بقى بعد شاشه طاووق اشوفها استوت ولا لا، ونشوفها بقى ان شاء الله مع بعض لما تخلص واقول لكم برده خدت وقت قد ايه بالظبط. بس هي دايما بتاخد معايا ثلاث اربع ساعه بالظبط، يعني انا ما بفتحش عليها دايما غير بعد الثلاث اربع ساعه وبلاقيها خلاص استوت معايا وبقت جاهزه. هدخلها الفرن ولما تخلص بقى ان شاء الله نشوفها مع بعض. وده خلاص الكيك عندي بعد ما خرج من الفرن، قعد تقريبا كده حوالي ساعة. بعد ما فات كده تلات اربع ساعة كده فتحت عليه واختبرته كده بعود الشيش طاووق اهو، اختبرتها كده من النص كده خرجت معايا نضيفة اهي. فسبتها بقى كده، طفيت عليها الفرن وقربت الفرن كده عليها وسبتها جوه كده 10 دقايق، وبعد كده بقى خرجتها اهو. نحاول بقى كده نخرجها، افرغها كده بالسكينة من الجناب. طبعا يعني بيفضل لو عندكوا شبكة تقلبوها عليها افضل، بس انا ما عنديش شبكة. خلاص كده اقلبها بقى كده على طبق. اقلبها على دي احسن. طبعا هي سخنة لسه. بسم الله. اهي شايفين ما شاء الله ارتفاعها عامل ازاي. هشيل بقى كده ورقة الزبدة من عليها. طبعا ما ينفعش نقطعها خالص دلوقتي، لازم نغلفها كده او نسيبها زي ما هي كده تبات ليله يعني، او اقل حاجه كده 4 5 ساعات. وكده خلاص الزبونش معانا بقى جاهز زي ما انتم شايفين، ما شاء الله شكلها حلو قوي وارتفاعها حلو قوي، شايفين ما شاء الله عليها. لو عايزينها بقى كمان اعلى من كده شويه، لو عندكم صينيه اعلى شويه في الارتفاع ممكن تعملوها في صينيه مقاس 22، بس هتبقى عاليه قوي عن كده كمان. بس هي كده كويسه بالنسبه لي، يعني ان انا هقسمها على 4 طبقات او 3 طبقات هتبقى كويسه. طبعا ما ينفعش ان انا اقطعها دلوقتي خالص لانها لسه سخنه، لو انا قطعتها دلوقتي هتفرول مني وهتتبهدل، فلازم ابيتها او تقعد على الاقل 4 ساعات. فانا بقى هبيتها وان شاء الله بقى هعمل فيديو تاني هزين فيه معاكم تورتيه وهقطعها بقى ان شاء الله ونشوفها مع بعض. جربوها بقى، ولو عجبتكم بقى ياريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب او اشتراك في القناة. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد.